باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. السماوات تنطق بمجد الله والفلك يخبر بما صنعت يداه. النهار يعلن النهار أمره والليل يعلن لليل خبره. سيداتي سادتي إخوتي أخواتي في وجود الله، نأخذ ما من هذا الكتاب الحقائق الدينية، أقطع البراهين في صحة حقائق الدين من تأليف الأب ديفيفييه اليسوعي، ونقله الأب مبارك ثابت الديراني اللبناني، طبعا ألف بيروت سنة 1925. نستفيد مما كتبه الأقدمون، وفعلا يستشهد الكاتب في الدليل الأول بالمفكر الفرنسي فولتير الذي كان عدوا للكنيسة، يقول le monde me merveille je ne puis songer que cette horloge existe et n'est point d'horloger. العالم يدهشني ولا أستطيع أن أفكر أن هذه الساعة موجودة من غير ساعاتي، أو أنها تدور من غير ساعاتي. هنالك حقيقة يقولها الأسقف الفرنسي العظيم الراحل بوسوي: إن لم يكن شيء ولو برهة، يعني إن لم يكن شيء في الوجود أو إن لم يكن كائن ولو برهة فلا يكون شيء على الإطلاق، يعني من غير كائن مطلق لا شيء على الإطلاق. العالم موجود، فإما أن يكون هو أي العالم ذلك الكائن الأزلي أو لا. الآن بعض الناس يقولون العالم أتى من المادة، والمادة هي مبدأ كل الوجود وهي واجبة الوجود. هنا وصلنا إلى صفحة 80. العقل السليم يرفض أن تكون المادة واجبة الوجود، لأن المادة موجودة وغير موجودة، يعني ممكن أن تكون وممكن أن لا تكون. ومبدأ لافوازيه وهو عالم فيزيائي شهير: ريان نو سو بير، ريان نو سو كري، تو سو ترانسفورم. لا شيء يفقد، لا شيء يخلق، كل شيء يتغير، طبعا انطلاقا من الموجود. يعني لافوازيه لا يتكلم عن المادة الأولى المخلوقة، بل يتكلم عن الموجود بين أيدينا. ما هو موجود بين أيدينا؟ لا يفقد، لا يضيع إلى الفناء، لا يوجد منه كائنات جديدة طبعا إلا بالتناسل عند الكائنات الحية. المادة تتحرك، يعني مثلا هل نعتبر انه الاشجار ماده؟ هل نعتبر الشمس ماده؟ مثلا الشمس، القمر، الارض تتحرك. طيب هل الماده تحرك نفسها بنفسها؟ يعني اذا تركت هذه الورقه هنا، تركتها 100 سنه، لم يمر أحد من هنا، لا ريح، تبقى هنا المادة جامدة بحد ذاتها. أريد أن أقول إنها إذا تحركت فلا تأتي الحركة منها، من هاي الورقة، بل تأتي من خارجها. المحرك غير المتغير هو الله كائن الوجود. الآن نتكلمن عن الحياة. كل الأحياء الذين نعرفهم أخذوا الحياة من سابقيهم،
أو والديهم البشر أو الكائنات الحية الأخرى. إذن يجب أن نصل إلى أول كائن لم يأخذ الحياة من آخر، هذا هو الكائن واجب الوجود. إذن يجب أن نختار، مثلا أقول لك تم هنالك تناسل بديهي، طيب من أين أتى هذا التناسل؟ من أين أتت الحياة؟ لا شيء يأتي من لا شيء، طالما في حياة إذن الكائن الذي أعطى الحياة تكون فيه الحياة، معناه هنالك كائن حي أنتج الحياة، هناك كائن عاقل أنتج العقل، وكما قلنا في فيديو سابق كل ما هو منظم مرتب يفرض عقلا مرتبا منظما. أثبت علم الجيولوجيا هذا من زمان أن التغييرات التي أصابت الكرة الأرضية منذ حالها الأولى منافية لمبدأ إيش؟ إنه المادة لوحدها تطورت. الآن ينتقل الكاتب الأبد فيفييه إلى البرهان أو الدليل الأول، النظام في العالم. لننظرن إلى عالم النجوم، يعني الأرض مثلا دائرتها تزيد عن 400,000 كيلومتر، المشتري يعدل يساوي 1634 مرة أكثر من الأرض، الشمس 1,270,000 مرة أكبر من الأرض، النور يقطع في الثانية مسافة 75,000 فرسخ، يصل من الشمس إلينا مدة 8.5 دقائق. عدد النجوم نقدرش نقول عدد لأنها لا تحصى، العالم هيرشل أحصى في المجرة واحدة عن طريق التلسكوب 18 مليون نجم، ولكن طبعا في الرقيع، الرقيع هي كلمة ثانية للسماء، على فكرة باللغة العبرية في 7 كلمات للسماء، وعلى هذا الأساس بتكلموا عن سبع سماوات. في الرقيع نجوم كثيرة، كثيرة العدد، ضئيلة الضوء، وأكيد أنه في نجوم وكواكب لم نكتشفها حتى الآن. الأرض تدور على ذاتها حول محورها، دورة كل 24 ساعة، كل هذا بدون زي ما تقولوا ما بيخرمش المية، كل هذا النظام، كل هذه الدقة. خلينا نتكلم عن الطبيعة، نتكلم عن جسم الإنسان. كل هذه طبعا نقدر نقول المعجزات. بكفي صفحة 13 يتكلم عن العين، العين هي معجزة بحد ذاتها، الأعصاب طبعا، السمع، المطرقة اللي داخل الأذن، القلب اللي هو مضخة، المخ وما أدراك ما المخ، الرئتان، يعني طبعا إذا النظام لا يمكن، هنا وصلنا صفحة 18، لا يمكن أن يكون إلا عمل عاقل حكيم، لأنه لا نظام من غير عقل منظم. شوفوا شو كان يقول فولتير، الناس ننسى أنه فولتير كان عدو الكنيسة ولكنه كان مؤمن بالله. هلأ مش معناه أنه اللي بآمن بالله يقول إذن أنا بطلع لي أكون عدو الكنيسة، لأنه الكنيسة هي بيت الله الحي وهي عمود الحق وركنه، كما نقرأ في الرسالة الأولى إلى تيموثاوس فصل 3 آية 15. ولكن لنأخذ ما قاله هالمرة كمان
خذوا لكم كيسا مملوءا ترابا وافرغوه في برميل وحركوه. مش بقول لك من الطبيعه، كل شيء من الطبيعه. كيس ملان تراب بنحطه في برميل بنحركه. يا عمي بنحط عليه شويه مي، ما تزعلش. ايخرج لكم منه شجر او حيوان او انسان؟ زي ما بقول شخص اخر اسمه فوبليه او بصير كيف بلفظوا اسمه، ان المادي يركب كل شيء من الذرات، اي دقائق الغبار. يقول انها تحوم في الفضاء. اليس من البلاهه، بيقول الاعتقاد بان رقص هذه المسدسات الوجوه والكريات الصغيره هو اصل الوجود والحياه والفكر والشعائر. ولا كان فيه اميبا وبعدين تطورت وبعدين صار فيه البيج بانج، الانفجار الكبير. طب الانفجار بيعمل انفجار، بيعملش حياه. طبعا بدناش نحكي عن الطيور، بدناش نحكي عن الاسماك، كل هذه اذا تقودنا الى الفكره الاولى التي تكلمنا عنها سابقا، ولكن هذه المره اعطينا امثله عمليه اكثر من في شان نظام الكون. وشكرا لاصغائكم. سننتقل الان الى انتقاد الكفر، انتقاد الالحاد، وشكرا.